إشارة حقوقية بسيطة. المبعوث الخاص للأمم المتحدة السيد مستورة، وفي احترام كامل له ولما يقوم به، استغربنا خروجه عن إطار قرارة مجلس الأمن. ما الداعي باش يكون بزيارة لدولة عهد المغرب وهي جنوب أفريقيا؟ فلابد لنا كحقوقيين، الدولة كدير شغلها، الحكومة كدير شغلها، ولكن لابد أن نرفع الورقة الصفراء للتعبير عن قلق مواطناتنا ومواطنينا من خروج المبعوث الإمامي عن الإطار الذي حدده مجلس الأمن. مجلس الأمن حدد له إطارا واضحا هو تدبير المفاوضات حول شبه الجزائر وخصوم إليه. لا مكان لجنوب أفريقيا في هذا الموضوع. قرار مجلس الأمن قرارات واضحة. هذا الانحراف وهذا الانزلاق نتمنى أن يتداركه الأمين العام وأن يعود إلى منطق وروح قرارات مجلس الأمن. نحن في بلادنا تعاملنا مع واحد العدد كبير ديال المبعوثين الخاصين، ولكل واحد كان بنهج، ولكن مع التأكيد دائما أن تعليمات جلالة الملك وإرادة المغرب تعاون إيجابي مع الأمم المتحدة، نتمنى أن تصل هذه الإشارة إلى من يعني الأمر. شكرا سيدي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش أبونا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.